أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح لباكستان بالانضمام مجددا إلى برنامج تدريب عسكري تم تعليقه منذ عامين، وذلك عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات الأمنية لإسلام آباد. وعلى الرغم من أن استئناف برنامج التدريب، والذي يمثل جزءا بسيطا فقط من المساعدات المجمدة لباكستان، إلا أنه يشير إلى عودة الدفء إلى العلاقة بين البلدين. وفي بداية العام الماضي أعلن ترامب تجميد المساعدات الأمريكية بحجة أن باكستان لا تفعل ما يكفي لاستهداف قواعد حركة طالبان الأفغانية وجماعة حقاني التابعة لها.